نقول أن إسرائيل هي المتهم الأول والأساسي والوحيد في قضية اغتيال ياسر عرفات. أشار التقرير الروسي باستخدام التقنيات الطبية الحديثة والمتقدمة by using modern technologies and techniques إلى معطيات جديدة pointed out to new facts تتطلب مزيدا من البحث والدراسة that require more research and study. تم نقاش الخبراء الروس والسويسريين بكل النتائج. The Russian and Swiss experts were discussed with them all the results and findings. وأجمعوا أن الوفاة ليست طبيعية بسبب المرض أو تقدم العمر. They all agreed that death was not caused because of old age or disease. بل نتيجة المادة السمية. إسرائيل هي المستفيدة الأول والأخير في اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار. كلام يعني موثوق فيه وصحيح، والدلائل تشير على ذلك من قبل نتائج التحقيق. ما فيش مصلحة لأي فلسطيني أو أي مسلم أو أي عربي إنه يؤثر أو يضر السيد الرئيس أبو عمار. إحنا في الأول كنا نشكك ونهاد، ولكن اليوم ظهر التقرير وبان انه مين وراء العملية، ولكن بدنا الاشخاص اللي دخلوا على ابو عمار وسببوا في هذا اللي هو مقتل الرئيس ياسر عرفات، وان شاء الله ببين الحقيقة للشعب الفلسطيني عامة.